ايه اخبار المذاكره؟ فظيع. طب مش بنهزر بجد، لانه السكشن اللي امتحن دلوقتي درجاته وحشه جدا جدا جدا. فالكويز الحقيقه محتاج مذاكره، المنهج كله محتاج مذاكره، فبليز نشد حيلنا شويه يعني، سبيشال ان احنا ماشيين بسرعه. موضوعنا النهارده يا شباب انفلاماتوري ليجنز اوف ذا جو، انفلاماتوري جو ليجنز. ايه قصه الانفلاماتوري جو ليجنز ده؟ هنقلب النهارده كده شويه تكنولوجي، كلام مش هيبقى جديد عليكم خالص، سمعتوه قبل كده، ولكن تقريبا 80 ل 85% من العيانين اللي هيجوا لكم عندهم مشاكل تخص التوبيك ده النهارده. يعني ايه انفلاميشن يا ولاد؟ يعني ايه انفلاميشن؟ يعني ايه انفلاميشن؟ مش هتبقي، طب قولوا، طب اقروا الديفينيشن. انفلاميشن is the body response towards an insult or an injury. الانجري دي ممكن تبقى ايه يا ولاد؟ ممكن تبقى خبطه، physical injury، تروما مثلا. الانجري دي ممكن تبقى حاجه اتدلقت على ايدي، كيميكال سبستنس. الانجري دي ممكن تبقى عدوى، مايكروبيال انجري او انفكشن. احنا الاورال كافيتي يا جماعه في يعني مليونز اوف مايكرو اورجانيزمز اوريدي موجوده، فاحنا اغلب الانجريز اللي بيتعرض ليها البون الجو بونز بتبقى مايكروبيال انجريز نظرا لوجود اوريدي مايكرو فلورا في الاورال كافيتي. طب هي ايه اللي بيدخلها البون؟ دي موجوده بره في الاورال كافيتي، ايه اللي بتدخلها جوه البون؟ تدخل جوه البون عن طريق سنان، السنان دي يحصل كارس، يحصل بارت نكروزز، يحصل توكسيك ميتابولايتس، تنزل للبريبيكال اريا، تنزل للبون، دي ده باث واي. بيريدونتال ديزيز نفس القصه، بيريدونتال ديزيز سببه بكتيريا، البكتيريا هتعمل هيحصل بون ريزومشن وبالتالي هتدخل جوه البون تعمل لي انفلاميشن في البون. طيب ايه كمان؟ بيريكورونايتس، سمعنا عن الكلمة دي قبل كده؟ يعني ايه بريكورونايتس؟ بريكورونايتس عادة ضرس العقل، الويزدم توث، ساعات بيبقى partially erupted. partially erupted ده or partially impacted بمعنى أصح، partially impacted tooth بيبقى جزء بره جزء جوه، الجزء اللي بره بيبقى متغطي شوية بالجنجبة، فبتغطي شوية بالجنجبة يحصل food entrapment ما بين الجنجبة ما بين التوث، فيحصل إيه؟ inflammation، يحصل bacterial proliferation تدخل البكتيريا جوه البون من مكان زي ده. تمام؟ عيان قدر ان عمل اكسدنت وخد تروما، حصل اتكسر الفك بتاعه، كسر الفك بتاعه ابتدت الفلورا دي تدخل جوه الجو بونز. او للعيانين اللي عندهم مناعه قليله، عندهم سيستميك ديس اوردرز معينه كده مقلله مناعتهم، فيحصل هيماتوجينس سبريد، عنده مشكله ما، عنده انفكشن في مكان ما، حصل هيماتوجينس سبريد راح هذا الانفكشن الجو بونز. هي دي الباث ويز اللي عندنا، اهم ثلاثه بيهموا جدا بريدونتال ديزيز وكارث والبريكورنايتس، دول الموست كومن يعني. زي اي اورجن في الجسم البون في حاله ميتابوليزم، بيعمل طول الوقت البون بيعمل ميتابوليزم، الميتابوليزم بتاع البون شكله عامل ازاي؟ عباره عن بون نص بون جي، بون ريزوبشن وبعدين بون ديبوزيشن، اي حاجه حصل يحصل بون ريزوبشن، فبون ديبوزيشن ده عضو طول الوقت بيتجدد لحد سن معين، فوق سن 30 سنه ممكن نقول 40 سنه بيحصل البون نص بيبقى اعلى من البون جين، عشان كده بالوقت بيحصل مع الايجنج يعني بيحصل اوستيوبوروز هشاشه العظام، عشان البون نص بيزيد عن البون جين. ده كده حاجه فيسيولوجي، بس هو لازم حضرتك تبقى عارف ان نورمال في بالانس ما بين الريزوبتيف ايفكت بتاعت البون والديبوزيتيف ايفكت، يعني او البون ريزوبشن والبون ديبوزيشن اور بون فورميشن. طيب ده في العايز. طب لو انا حصل التهاب في البون، البون ده عباره عن ايه؟ اوستيوبلاس، اوستيوبلاس وميتوسيلز. تمام؟ طيب الريسبونس هيبقى ازاي توردز انفلاميشن؟ حصل مشكله انجري في البون، البون هيتفاعل بحاجه من اثنين، يا اما هيصدر الاوستيوبلاس يا هيصدر الاوستيوبلاس. تمام كده؟ حلو. اغلب الاحوال بيحصل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي هي اللي بتسود فيحصل بون ريزوبشن. تمام؟ طيب لو البون ريزوبشن هو اللي ساد، هو اللي غلب، هيحصل ايه في البون؟
تفتكروا كده؟ بدل ما انا عندي كميه بون كتير يبقى عندي كميه بون قليله، ما انا عماله بعمل بون نص. يحصل ما يسمى براريفاينج اوستيايتس. راريفاينج اوستيايتس يعني كميه البون ترابيك اللي موجوده قليله جدا. راريفاينج اوستيايتس. طب ده يبقى لونه ايه؟ البون في الحاله دي يبقى لونه ايه؟ ريج جرافيكالي ريج لوسنت، مفيش ريبليشنز كتير. طب لو حصل ان الديبوزيشن هو اللي زاد، البون فورميشن هي اللي زادت، البالانس تيب توردز ذا بون فورميشن، يحصل لي ما يسمى بايه؟ بون ديبوزيشن كتير، سكليروزنج اوستيايتس. اوستيايتس يعني انفلاميشن، سكليروزنج يعني بون فورميشن. يحصل سكليروزنج اوستيايتس. سكليروزنج اوستيايتس لونه ايه؟ جيوغرافيكالي جيوبيك. يعتمد على ايه ريسبونس؟ يعني البالانس ده هيتيب توردز بون ريزومشن اور بون ديبوزيشن اعتمادا على ايه؟ على حاجتين، على البكتيريا اللي جايه لحضرتك بعد الشر يعني، وعلى البادي ديفنسيف ميكانيزم، على المايكرو اورجانيزم نفسه. الفيريلنس اوف ذا مايكرو اورجانيزم، لو كان فيريلنت جدا هيدخل طخ طخ طخ، مش هيدي فرصه للبون هو يعمل فورميشن، فبالتالي هيبقى مانيفيستد كايه؟ كبون ريزومشن. تمام. البادي ديفنس لو كان قليل برضه بون لوس مش بون جين. طب لو الهوست ديفنسيف ميكانيزم عالي والفيريلنس بتاع البكتيريا بتاعتك قليل، فهتلاقي ان الجين هيسود اللوس. والكلينيكال برزنتيشن بتاعه العيان بتختلف، بمعنى ان انا عندي الانفكشن او الانفلاميشن عموما حاجه يا اكيوت يا اما كرونيك، مش كده؟ ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك؟ والله لو انت عندك البكتيريا فيريلنت قوي والديفنسيف ميكانيزم قليل، العيان هيبقى بريزنتد في اكيوت كونديشن، والعكس صحيح، بادي ديفنس عالي المايكرو فلورا بتاعتك او المايكرو اورجانيزم بتاعتك فيريلنس بتاعها قليل، يبقى هيبقى مانيفيستد في كرونيك كونديشن. الكلينيكال برزنتيشن كلينيكالي كده العين شكله عامل ازاي؟ اكيوت فاكرين الفايف كاردينال ساينز سيمتومز اوف انفلاميشن، فاكرين خدتوهم في الجنرال باثولوجي، بين وريدنس وهوتنس وسويلنج ولوس اوف فانكشن، فاكرينهم دول؟ هم دول بتوع الاكيوت. زائد ايه؟ عيان الاكيوت ده اللي هو العيان اللي انت هتعرفه كده من وسط الف. ازاي بقى هو داخل لك العياده كده هتلاقيه ما هو ده البين بقى، ده السويلنج، تمام، ورابط راسه بمنديل بين ومش قادر انك انت تلمسه وما بياكلش عليه. حصل الكلام ده امتى؟ امبارح بالليل. ده انا امبارح الصبح كنت في شغل كنت كويس، من امبارح بالليل لحد ما كان وجع جامد وورم لحد الصبح. يبقى sudden onset and rapid course. تمام. يبقى acute condition sudden onset rapid course with five cardinal signs and symptoms ومعان وعنده fever. طب العيان الكرونيك ده العيان العادي بقى جاي عادي خالص داخل لك العياده وانت ايه بقى بتشتكي من ايه وندردش مع بعض؟ ما عندي سنه مسوسه بقالها فتره ما بتوجعنيش قوي بس انا جاي عشان احشيها. العيان هيجي يقول لك كده بمنتهى البساطه. يبقى long insidious onset. تمام. prolonged course بقالها سنه اثنين ثلاثه ما عندوش مشكله خالص وتعايش معاها تماما، و الفايف كاردينال سينز سيمتومز دول زيهم بس قليل، يا اما مفيش، ممكن يبقى عنده شويه مثلا بين صغيرين او ايبيسودز كده، لو ايبيسودز على لونج انترفلز كده من البين، مثلا لما يحصل اكيوت اكزازيربيشن يقول لك ده انا ساعات يوجعني بس في العادي باكل عليه عادي خالص ما عنديش مشاكل. تمام. الانفلاماتوري جو ريجنز عندنا اربعه كاتيجوريز. Pre-epical inflammatory regions طلعت pre-epical. كلمة pre-epical يعنيها ليه علاقة بالepical port بتاع السنة، مشكلتها في السنة. ده due to ايه؟ due to pulpal infection. اي حاجة كارث بقى عمل مشكلة في البلب pre-epical infection. Pericoronitis زي ما اتفقنا، periodontitis and osteomyelitis. Osteomyelitis يعني inflammation جوه بقى البون، في البون والبون مارو وال كورتيكال بون والبري اوستيوم كمان حصل ديفيوز سبريد للانفكشن ثرو ذا بون ذا اوستيومايلايتس. قبل ما نبدا في الحقيقه تبقى عارف ان في جنرال جيوغرافيك فيتشرز للانفلاماتوري جو ليجنز. جنرال فيتشرز يعني ايه؟ يعني الفيتشرز دي تقريبا 80% فيهم متحقق في كل الليجنز اللي احنا هنتكلم فيها. اغلب الليجنز بتعمل اللي احنا هنقوله دلوقتي ده. تمام؟ تعالوا نتفرج كده. لما اجي اتكلم في جنرال راديوجرافيك فيتشرز المحاضره الجايه هتفهموا اللي انا بقوله ده كويس قوي. لما اتكلم في جنرال راديوجرافيك فيتشرز يبقى انا عايز
بطلب من حضرتك توصف لي الليجن اللي انت شايفه ده على الراديوجراف. هتوصفه لي in terms of ايه الاربع نقط دول. هتقولي مكانه فين؟ location, peripheral shape, الاوتلاين بتاع الليجن بتاعك شكله عامل ازاي. الكلام ده كله بيديني كلو او indication على الليجن اللي عندي ده ممكن يكون ايه. internal structure, لونه reducent ولا already opaque ولا لونه ميكس ما بين الاثنين. effect on the surrounding structures اكيد لان انا already انا الجو عندي كله قد كده صغير, اي مشكله هتحصل جوه الجو اكيد هتأفكت surrounding structures. بدايه باللوكيشن لو هتتكلم على periapical inflammatory lesion, الليجن ده مين اللي بيبقى متمركز في الابيسنتر بتاعه في المركز الليجن فين؟ في البريابيكال اريا. بريابيكال بريابيكال انفلاماتوري ليجنز يبقى الابيسنتر بتاعتها بريابيكال. طب هو ينفع يبقى مش يعني ليجن ديو تو مشكله في البالب نيكروتيك بالب او باتي ديكيت توث او واتس ايفر ويبقى الريديوسنسي او الايفكت او الليجن بتاعي يبقى موجود لاترالي ما يبقاش موجود بريابيكال؟ انت تبقى عندي اكسسوري كمان, او لما حضرتك وانت بتعمل ايده عملت بيرفوريشن او السنه يبقى فيها فراكتشر. كل ده ديو نيكروتيك بالب برضه بالب بريابيكال ولكنه جه في اللاترال اسبيكت بتاع الروت. بريدونتال ليجن تلاقي الابيسنتر بتاعك في المركز الليجن فين؟ هنا في مكان في النص كده, هنا في مكان فين بعيد عن بريابيكال اريا, وتلاقي حاصل لك كريستال بون لوس. يبقى لو انت لقيت المشكله كده ماسكه من الكريست لحد الابيكال اريا بتاعت البون لوس بروبلي هتلاقي معاها ساوند توث وده بيبقى بريدونتال ديزيز. طب امال الكونديشن الثالثه ايه؟ حد شايف هنا المشكله فين؟ هنا المندبل عباره عن ايه؟ في باتشي ريديوسنسي صح؟ باتشز 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 ريديوسنت باتشز كتير قوي ديفيوز في لارج اريا بين المندبل. طالما قلت ديفيوز يبقى بتكلم فيه اوستيو مايلايتس. طيب بالنسبه للاوتلاين بتاع الليجن, اغلب الانفلاماتوري كونديشنز تبقى كلمه اوتلاين يعني ايه يا اولاد؟ هل هو ويل ديفايند اوتلاين زي الليمونه كده اقدر شايفه اقدر الف حواليه اقدر اعمل تريسنج للبوردرز بتاعته حاجه واضحه, ولا ايه ديفايند حاجه مش واضحه ملهاش معاني ملهاش ماسكه؟ تفتكروا الانفلاميشن عموما يبقى حاجه ويل ديفايند انت شايفها كويس ولا حاجه كده يعني شويه كده انت مش شايفها قوي؟ حد قال لي على حسب. هو الانفلاميشن ده عباره عن ايه؟ والانفلاماتوري اكسيوديت ده عباره عن ايه؟ اكسيوديت يعني فلويد وانفلاميشن بس فلويد او بس او واتس ايفر له ماسكه ولا بينفلتريت ثرو بون؟ هو بينفلتريت ثرو بون ملوش ماسك ملوش بوردرز معينه اقدر امشي عليها. فاغلب هذه الليجنز تبقى ايه؟ تبقى ايل ديفايند تبقى ايل ديفايند يعني لو انا بصيت على حاجه زي دي في هنا ريديوسنسي في البريبيكال اريا بس فين البوردرز بتاعتها؟ متداخله بنقول عليها ايه ديفايند ريديوسنسي وذ راجد بوردرز. راجد يعني ايه؟ مشرشره متداخله كده خارج داخل فينجر انفلتريتنج ثرو بون. ولو كانت حتى ريديو اوبيك لو الريسبونس بتاع البون كان ريديو اوبيك تلاقيه بلاندنج مع البون يعني مفيش شارب اوتلاين بين الريسبونس ده وبين النورمال بون تلاقيهم متداخلين في بعض. اغلب الليجنز كده فيما عدا لونج ستاندنج كرونيك ليجنز زي مثلا حاجه زي السيست دي بتبقى ويل ديفايند. تمام لونه internal structure ممكن الانفكشن او الجو ليجنز الانفلاماتوري ليجنز دي تبقى حاجه ريديوسد ممكن تبقى ريديوبيك. شفتوا ده ويل ديفايند ازاي؟ سيست ويل ديفايند قوي بقى باين قوي شارب ديماركيشن خالص اقدر اعملها تريسنج. ممكن يبقى ريديوبيك او ممكن ميكس. حد شايف لو ميكس في لارج اريا واخد الريبس كله جزء من البادي يبقى بنتكلم في مين؟ اوستيومايلايتس. ميكس في سمول اريا يبقى بقول عليه ايه؟ يعني في انا شايفه في جزء كده ايه ديفايند ريديوسنسي وحواليها في ريدي اوباسيتي. راريفاينج اوستيايتس فاكرين الميزان فاكرين البالانس؟ راريفاينج اوستيايتس ومعاه كوندنسنج اوستيايتس. تمام؟ الايفكت على السراوندنج ستراكشرز اول حاجه السنه اللي فيها المشكله بيحصل فيها ايه؟ السنه اللي فيها المشكله تلاقي السنه نفسها حصل ايه بقى؟ هو اول حاجه ممكن تحصل ايه عندي؟ تفتكروا كده. اول حاجه تحصل عندي الانفلاماتوري ميدييترز والاكسيوديت والفيلم ده كله نتاج النكروتيك بالب. اول حاجه اول ما يخرج من البريتيكال اريا اول حته هيقابلها مين؟ البريودونتال ليجمنت. مش دي اول حاجه هقابلها؟ يليها اللامينا ديورا بتاعت السنه، يليها البون. اول حاجه هتقابلني البريودونتال ليجمنت وفيها شويه
الانفلاماتوري اكسيودات عملوا ايه؟ عملوا وايدنينج في البي دي ال سبيس. وسع شويه البي دي ال سبيس تلاقي فيه وايدنينج في البي دي ال سبيس ايبيكالي كده. لو انا بتكلم في بري ايبيكال انفكشن تلاقي فيه وايدنينج. اللبنه ديول اخبارها ايه؟ انا عشان اوصل للبري ايبيكال بون، عشان اوصل للعظم لازم اكسر اللبنه ديول، يحصل لك لوس اوف لبنه ديول. يبقى اللبنه ديول يحصل لوس ايبيكال، لوس اللبنه ديول في البري ايبيكال انفلاماتوري ريجنز، ومعانا وايدنينج في البي دي ال سبيس. طب لو انا عندي كرونيك كونديشن بالمنظر يحصل سيرفايكال وايدنينج في البي دي ال، المديتورز كلها مركزة عند السيرفايكال اريا في البريودونتال ديزيز. لونج ستاندنج كيسز او الحالات اللي بتقعد فتره طويله كرونيك كيسز، يبقى معايا روت ريزومشن في الاوفندنج توث، روت ريزومشن. طب ايه اخبار البون بقى بتاعي؟ قال لك انا على السيرفيس بتاع البون في بري اوستيوم. البري اوستيوم ده جاهز كده علشان يعمل بون، علشان يمنع من الكورتيكال ديستركشن. انا عايز امنع الكورتكس انها تتكسر، عايز امنع الكسر في المنطقه دي. اعمل ايه؟ الي داون بون. اول ما يجي عندي بس ابتدي الي داون بون علشان ما يحصلش فراكشر. طب ده اللي بيعمله بري اوستيوم، بيحصل بري اوستيوم رياكشن، بيحصل بري اوستيوم بون فورميشن. ايه اللي بيحصل؟ الانفلاماتوري اكسوديت جه عمل ديستركشن في الكورتكس، وابتدى يتجمع هنا ما بين الكورتكس وما بين البري اوستيوم، وابتدى البري اوستيوم يلاقي داون لاير من البون اهي. وبعدين حصل الكلام ده اتكرر تاني، ابتديت اعمل اليفيشن للبري اوستيوم بالاكسوديت، وابتدى البري اوستيوم يلاقي داون بون تاني. المنظر اللامينيتد ده اللي هو ريديوسنت وريدي اوبيك لاينز كده، لامينيتد ريديوسنت ريدي اوبيك لاينز بارلل تو ذا سيرفس اوف ذا اوتر كورتكس، ده بنسميه اونيون سكين ابييرنس. اونيون سكين يعني ايه؟ البصله دي لو جبتها قطعتها ابتديت تشوف لامينيشنز كده غامق وفاتح، غامق وفاتح، غامق ازاي شبه دي. اوكي سميناه اونيون سكين ابييرنس. تمام، وده بري اوستير رياكشن ديو تو انفكشن. طب لو الكلام ده حصل في سن ابر، تعالوا نشوف السنان الابر. لو انا عندي 5 ولا 6 او نير الساينس، هل انا عايز الانفكشن يكستند للساينس ولا عايز امنع ده؟ انا عايز امنع ده. علشان امنع ده ايه اللي هيحصل؟ هبتدي اعمل بون ديبوزيشن في البري ايبيكال اريا اوبوزيت لمين؟ للتوث اللي جوه الساينس دي. البون ديبوزيشن اللي انا هعمله هنا سميته ايه؟ هيبقى نفس المنظر ده كده، بس هو عايز عدسه شويه علشان تعرف تشوفه. المنظر ده جوه الساينس سميناه هالو شادو، سميته هالو. هالو يعني ايه؟ هاله، زي ما يكون الابيكس بتاعت السنه لابسه تاج كده حواليها. هالو شادو، هالو شادو. وده معمول من ايه؟ من بون. لو جيت تبص عليها تلاقيه عامل زي البون الدنستي بتاعته، زيها زي الوول بتاع السار او الفلور بتاع السار، زيها زي اللبنه جوي، زيها زي السبونج بون. ده بون. طب امال ايه ده؟ يعني ادي سنه اوفندنج توث اهي، واضح فيها بوست وعامله مشكله، وادي البيوستيال بون اهو، وفي حاجه لونها جراي اغمق شويه من البون، يعني ما هياش فاتحه زي البون كده، الدنستي بتاعتها مش زي البون. شايفينها؟ ايه دي؟ ايه ده؟ ما هو الوول بتاع الساينس هو تحت ايه ده؟ ده ايه؟ كل العريض ده، ده ايه؟ ده الميوكوس ميمبرين اوف ذا ساينس، مش الساينس لاين باي ميوكوس ميمبرين؟ طيب الميوكوس ميمبرين ده سوفت تيشو، المفروض ان انا اشوف السوفت تيشو في الاشعه ما اشوفوش؟ المفروض ايه ما اشوفوش؟ طيب انا ما بشوفوش في الساينس، ما بشوفش الميوكوس ميمبرين اوف ذا ساينس تحديدا في الاشعه لسببين. اول سبب او ما بشوفوش لسبب واحد هو انفكت. السبب اللي انا ما بشوفوش عشان هو جوه الساينس انه ثين قوي رفيع قوي، ما بيبانش، ما بيبانش لما يتخن، لما يحصل له انفلاميشن، لما يحصل ميوكوسايتس انفلاميشن في الميوكوزا بتاعت الساينس اشوفه. طب هو انا هشوفه ليه اصلا اذا انا ما بشوفش السوفت تيشو؟ قال لك انت ما بتشوفش السوفت تيشو كده في العادي لما تبقى ما بتشوفش السوفت تيشو بتاعت التشيك مثلا، خلاص ده في العادي في الاشعه. لكن لو جبت السوفت تيشو ده وحطيته جوه باك جراوند سودا، هو الساينس لونه ايه؟ اسود. جوه ايه؟ هواء. لو انا حطيت جواه سوفت تيشو، السوفت تيشو بتعمل ايه؟ هتعدي الاكس راي وهتفرمل شويه، هتعمل اتينيويشن لحبه اكس راي. ما هو الاكس راي هتعدي في التيشو زي ما هتعدي في الهواء؟ لا، التيشو هتعمل فرامل شويه، هتاتينويت الاكس راي. طالما التيشوز اللي جوه الساينس هتاتينويت الاكس راي دي شويه، اذا هقدر اشوف السوفت تيشو اللي جوه الساينس ريلاتيف للساينس. ما
ما احنا ما بنشوفش دنسيتي، احنا بنشوف حاجه اسمها ريليتيف راديو دنسيتي، الاستراكشرز بالنسبه لبعضها. تمام؟ يبقى السوفت تيشو بالنسبه للساينس، الساينس يبان اسود قوي، السوفت تيشو تبان جراي غامق. بس السوفت تيشو تبان جراي غامق امتى؟ في العادي ولا يحصل لها انفلاميشن؟ لا، لما يحصل لها انفلاميشن. المنظر ده سميناه ليوكوسايتس، يبقى المنظر ده سميناه هالو شادو، وده بريوستير رياكشن في البريبيكال اريا اللي ريليتد للساينس، وده ميوكوسايتس نتيجه ايه بقى؟ نتيجه انفلاميشن ان ذا ميوكوس ميمبرين اوف ذا ساينس. ده بيجي سؤال كومبليت كتير. تعالوا نتفرج بقى على الكاتيجوريز بتاعتنا، شلنا منها البريودونتال ديزيز علشان احنا ربطنا البريودونتال ديزيز قبل كده، ده اللي هنتكلم فيه النهارده. اول حاجه عندي بريبيكال انفلاماتوري ليجنز. بريبيكال انفلاماتوري ليجنز عرفنا مشكلتنا في ايه؟ كيرز فتوكسيك ميتابولايتس راحت على الروت ايبكس عملت لي مشكله في البول. لو الكونديشن الاولي هو كده، نفترض ان دي السنه النورمال، اول حاجه هتحصل عندي يحصل عندي وايدنج في البي دي ال سبيس، مش كده؟ اول حاجه هدخل عليها هدخل على البي دي ال، يحصل عندي وايدنج في البي دي ال سبيس، وده سميته ابيكال بيريودونتايتس. بيريودونتايتس حصل في مش بيريودونتايتس، سميناها بيريودونتايتس، عمل وايدنج ابيكال بيريودونتايتس. بعدها لازم اعمل ديستركشن في اللامينا دورا عشان ادخل على البون، يحصل لك ابيكال بيريودونتايتس وايدنج كده ومعاه اللوس اوف لامينا دورا. اول ما اكسر اللامينا دورا انا تحولت الابسس، اول ما دخلت على البون بقيت دنتو الفيلر ابسس. تمام؟ الدنتو الفيلر ابسس ده حاجه من اثنين، يا اكيوت يا كرونيك. ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ بص سعادتك، اكيوت فاكرين العيان اللي جاي رابط دماغه وحصل له المشكله دي امبارح بالليل، تفتكر لما تصوروا اشعه هتشوف حاجه في الاشعه ولا مش هتشوف؟ الاجابه مش هشوف. ليه مش هتشوف؟ علشان لما انا عايز عشان يحصل لي بون لوس، عايز من 30 to 40% من البون يحصل له لوس عشان اقدر اشوف فرانك ريديوسنسي على الريديوجراف. عايز 30 40% من البون يتشال. طب ده هيتشغل امبارح بالليل النهارده الصبح؟ طبعا لا. ففي الاكيوت كونديشنز حضرتك على قد ما العيان كده يا حرام متوجع وعنده كونديشن سيفير ورهيبه جدا، على قد ما هتصور فيلم عشان مش تلاقي حاجه. هتلاقي ايه؟ هتلاقي يا دوب الوردنج اللي انت شايفه ده زائد لوس اوف لامينا دورا. متشكرين. طب امال الكرونيك كيسز هتلاقي ايه؟ لا ده قعد بقى له سنه واثنين وثلاثه وحاصل له بون لوس والدنيا ماشيه كويس قوي معاه، فبالتالي هتلاقي لوس اوف لامينا دورا او تلاقي معاها ريديوسنسي. ايه اللي فاين ريديوسنسي؟ ذيس از ذا كرونيك ابسس. طب اذا البادي ريسبوندد باي بون ديبوزيشن يتلاقي حصل لك سكلروزنج اوستيايتس. ولو البادي بتاعتك لو انت عندك لونج ستاندنج كونديشن هيتحول الموضوع، ما يبقاش ريديوسنس، ما يبقاش ابسس، هيبقى حاجه ثانيه غير الابسس، هيبقى جرانيلوما اور سيست، بريبيكال جرانيلوما اور بريبيكال سيست. دي اللونج ستاندنج كيسز تبتدي تبقى ويل ديفايند زي المنظر ده كده، يعني اذا ده ابسس فده احتمالاته يا جرانيلوما يا سيست لانه بقى ويل ديفايند. اول حاجه عندي ابيكال بيريودونتال، السبب هو ده عباره عن انفلاميشن في البيريودونتال ليجمنت. ايه السبب؟ هي دي الفيرست ستيج بتاعت اي حاجه، سواء واحد عنده سنه مسوسه دي اول حاجه يحس بابيكال بيريودونتال. الابيكال بيريودونتال ده اللي هو كلينيكال مانيفيستد، العيان هيجي يشتكي من ايه؟ العيان هيجي يشتكي مش عارف يقعد على سنته. ما بيريودونتال يعني فلويد اكيوميليشن في البريبيكال اريا، اكيوميليتد فلويد هيبقى عامل اكستروجن للسنه نفسها من السوكت، يجي العيان يقعد هتوجعه. يبقى في عندي بين اور بايتنج والسنه اكسترودد من السوكت وعندي تندرنس، لا ما تلمسهاش بتوجعني. ده بيريودونتايتس. ذيس از اكيوت. اكيوت ولا كرونيك؟ طالما قلت بين يبقى انا كان في اكيوت ايبيكال بيريودونتايتس. تمام. اكيوت ايبيكال بيريودونتايتس حضرتك ممكن تسببه للعيان مش مجرد بس كيرز. لو انت دخلت وهتعمل السنه دي انت ممكن تعمل اكسسيف فايلنج وتنزل تحت وتعدي الايبكس وتروح تعمل فايلنج في البيريودونتال ليجمنت بيريودونتايتس، العين يكرهك ساعتها. طيب الكرونيك ولا رزان اسكندراني ولا عنده اي مشكله خالص، مش حاسس بحاجه خالص، عنده سنه مسوسه ومتعايش معاها تمام، ما عندوش مشكله. ريجيوغرافيكالي بقى اكيوت ابيكال بيريودونتايتس مانيفيستد ازاي؟ هتلاقي عندك وايدنج في البي دي ال سبيس وانتكت مين؟ لامينا دورا. وايدنج وانتكت لامينا دورا والسنه عندي اوفندنج توث اهم حاجه. طب اللونج ستاندنج كيسز او الكرونيك ابيكال بيريودونتايتس، كرونيك ابيكال بيريودونتايتس مانيفيستد ازاي بقى؟ تيجي انت تشوفوا كده العيان هيجرى له ايه؟ كرونيك كونديشنز دي العيان هيحصل له ايه؟ قال لك المساله هتبروجريس، يا تبقى ابسس بري ابيكال ابسس
بريبيتال جرانيلوما، بريبيتال سيست، سكلروزنج اوستيارتس او راريفاينج اوستيارتس ومعايا سكلروزنج اوستيارتس. في الاول كان في راريفاكشن وبعدين مناعه الجسم عاليه فابتدى يعمل بوند بوزيشن فوق عادي جدا يحصل. طب العيان دخل في ابسس يعني ايه؟ يعني حصل الانفلاماتوري اكسيديت عمل ديستركشن في اللامينا جورا بتاعتك ودخل على البون سميناه بريبيتال ابسس. العيان هيجي لك يا اما باكيوت يا كرونيك كونديشن. تمام. طيب عيان الاكيوت اهو الخمسه كاردينال ساينز اند سيمبتومز ومعاها موبيليتي في سنانه ومعاها ايه كمان ليمفادينوباثي. تيجي انت للليمف نودز بتاعتك ما هو ابسس باس، تيجي للليمف نودز تلاقيها تندر وانلارج، عندك ليمفادينوباثي وليمفادينايتس كمان توجعه. طيب وما العيان الكرونيك بقى اللطيف ده ما هو اسيمتوماتيك ليه؟ ما هو الباس الفظيع اللي كان بيتحرش جوه ده لقى سكته خرج بره البون خلاص. طالما خرج بره البون الوجع هيقل خالص. خرج بره البون ازاي؟ عمل فيستيولا ستراكت كده وخرج. الفيستيولا دي تفتح اكسترا اورال او تفتح انترا اورال كده على شكل يعني يبقى اسمها جنب بويل فسفوسه جنب الدرس. تمام؟ تيجي تضغط عليها تنزل باس، تضغط هنا تنزل باس. الفيستيولاز اللي اتكونت عندك دي هي اللي خلت المساله تتحول من اكيوت لكرونيك. ما عندوش مشكله في حياته خالص اللي ما يقدرش يقعد على حاجه ناشفه، ما يقدرش ياكل حاجه ناشفه. دي مشكلته، يقول لك لا مش عامل مش عامل مش بس ما اقدرش اكل حاجه ناشفه، يعني ما اقدرش اكل حاجه ناشفه ودخل كده في كرونيك ابسس. تمام؟ الاكيوت بريتيكال ابسس العيان الوارم الفظيع تيجي تصوره تلاقي ايه؟ بصوا اللامينا الزورة ايه؟ وفي وايدنج اولا كلنا شايفين. واللامينا الجورا بتاعتك انتكت وهنا اتكسرت صح؟ يبقى لوس اوف لامينا الجورا بريبيتالي ومعها وايدنج البيتيال اسبيس ده عيان الاكيوت على قد اللي هو جاي بيه على قد ما الجورا بتاعه يعني سموز قوي. طب ما العيان الكرونيك هيجي بقى ايه؟ هتلاقي عنده المنظر ده. ايل ديفايند ريدلوسنسي ريليتد للنون فايتال توث بتاعتك، ايل ديفايند ريدلوسنسي وذ راجد بوردرز، راجد بوردرز اللي هي المشرشره دي متداخله دي. طيب وتلاقي عنده ايه كمان؟ ممكن في اللونج ستاندنج كيسز تلاقي عنده روت ريزورشن. وتلاقي عنده ايه كمان؟ عندي وايدنج في البي تي ال سبيس ولوس اوف لامينا جور، كل الكلام اللي احنا متفقين عليه من قبل كده. ايه كمان؟ قال لك لو هو طفل صغير مثلا وخد تروما في سنانه، ما هي التروما من احد الحاجات اللي ممكن تعمل كات للبلاد سبلاي وبلاد نيكروس صح؟ طيب قال لك هو خد تروما وهو سنه مثلا سي 8 سنين وكان البالب كانال لسه واسعه، وبعدين عند سن 12 سنه جيت تصوره بقى صوره ثانيه فلقيت ايه؟ لقيت ان السنه اللي جنبها السنترال بتاعه الناحيه الثانيه البالب بتاعتك وصلت للسايز بتاعها مظبوط وروت كمل. هنا هتلاقي وايد بالب كانال بالنسبه للادجيسنت توث. تفضل البالب كانال بتاعته وايد لان هو ما فيش اي ايه دنتين ديبوزيشن خلاص بالب نيكروز. ايه قصه البريبيكال جرانيلوما؟ دي اتمت بقى. انا بعد كل الانفكشن اللي حصل ده انا عايز اتمت من البادي انه يعمل هيلينج للمشكله اللي حصل فيها انفكشن. فبديبوزيت جرانيليشن تيشو في المنطقه دي. تمام؟ الجرانيليشن تيشو ديبوزيتد هنا ده بيقعد بقى في المكان ده كده يفضل قاعد بالسنين يعني. ما عندوش مشكله خالص، عيان اسيمتوماتيك ما عندوش مشكله خالص في حياته. تخلع انت السنه هتقابله كده في عياده الجراحه ان شاء الله، تخلع السنه تلاقي تحتها حته ايه حاجه عامله زي بلاد كلوت كده صغننه. This is granuloma. شكلها راديوجرافيكال عامل ازاي؟ هي ويل ديفايند بري ايبيكال ريدلوسنسي سمول ان سايز، صغنونه اقل من 1.5 سم في الدايمتر، لان احنا اتفقنا الحاجه الويل ديفايند دي يبقى جرانيلوما يا سيست. لو جرانيلوما تبقى اقل من 1.5 سم في الدايمتر، لو سيست تبقى كبيره اكتر من 1.5 سم في الدايمتر بتاعها. This is granuloma well defined radiolucency sharply demarcated ما بيني sharp demarcation ما بيني وبين مين؟ النورمال بون. This is granuloma. طب البريبيتال سيست قال لك السيست دي ممكن تتكون من جرانيلوما، هي الجرانيلوما دي عباره عن جرانيليشن تيشو لو خاصه له شويه بروليفريشن على نيكروزس عمل لك سيست، او تبقى سيست من البدايه عن طريق ايه؟ انه يحصل الانفلاماتوري اكسوديت ينزل الابيتيليا ريستس اللي تحت عند الروت اسمها ابيتيليا ريستس اوف مالاسي اللي تحت عند الروت دي يحصل لها بروليفريشن والليكويفاكشن نيكروزس تعمل لك سيست. ايا كان فانت حصل لك سيست. السيست دي بقى ايه هي الكرايتيريا بتاعتها؟ العيان هيجي وارم برضه، هي السيست دي احنا عندنا كده في 42 عيان الابسس ده جاي وارم وعيان السيست ده جاي وارم، بس عيان السيست اسيمتوماتيك هو عنده فيشل اسيمتري بس حاجه ورمت في وشه بس وجعاه؟
سيمتوماتيك مش حاسس بحاجه خالص، عنده ديسفيجرمنت بس فيشل اسيمتري بس هو ده اللي مضايقه. تيجي انت تبتدي تعمل بالبيشن تلاقيها يا اما هارت السويلنج ده يا هارت، التاني ما كنتش تقدر تعمل بالبيشن ده تندر ما كنتش تقدر تلمسه، اول ما تيجي تحط ايدك عليها يبعد. لكن هنا تيجي تلمس وتبتدي تعمل بالبيشن جامد تحسه هارت، يا تحسه تحت ايدك كده بيعمل لك ما يسمى بالاكشل كراكلينج بنسميها كريبتنت، يتكسر تحت ايدك العظم بيبقى فيري تين، يا اما يبقى فلاكتوين تحس انت سيستيك فلويد. طب كويس قوي. تتاكد بقى ان هزيست ازاي انك تعمل اسبيريشن، تبتدي تجيب سيرنج تدخل في نص الليجن وتبتدي تعمل اسبيريشن. هيجيب معاك ايه الليجن؟ قال لي جاب معايا شويه فلويد، الفلويد ده شكله ايه ولونه ايه؟ سترو كالرد فلويد ويز شايني جرانيولز. سترو كالرد يعني بيل يلو فلويد، وتحطه في النور كده تلاقيه بيلمع شويه، ذيس از سيستيك فلويد. يبقى ده بيجارانتي شويه اكتر انك انت هنا بري ايبيكال سيست. الجيوغرافيكالي بري ايبيكال سيست شكلها عامل ازاي؟ قال لك اهي ادي الاوفنتك توث بتاعتك، وبتحس انها كونتينيويشن لللامينا ديورا، كونتينيويشن كان اللامينا ديورا انت راسم اللامينا ديورا وابتدي تعمل كونتينيويشن بيها كده عشان ترسم السيست اللي تحت. لارج ان سايز تعمل لك وايدنج وتعمل لك لوس اوف لامينا ديورا كل اللي انت عايزه. السيست بتاعتك ويل ديفايند او ويل ديفايند؟ طبعا ما هي ويل ديفايند. السيست دي عباره عن ايه؟ بالونه فيها ميه وسلولي جروينج ليجن. هو في الحقيقه السيست دي سلولي جروينج بتكبر بالراحه خالص وهي جواها فلويد من جوه، فبتاخد ديفايند اوت لاين ما بتهربش، ليها الابيثيليال لايننج والدنيا ماشيه تمام، فعشان كده هي ويل ديفايند. قال لك ميبي كورتيكيتد، احتمال يبقى فيها كورتيكيشن. يعني ايه كلمه كورتيكيتد دي؟ كورتيكيتد يعني الخط الابيض اللي انا ماشيه حواليه ده، ده بيبقى بادي ديفنسيف ميكانيزم تو وول اوف الجروث بتاع الليجن بتاعك. انا عندي الليجن عمال يجرو، انا ببتدي كبادي ديفنس انا عايز ابتدي احوط عليه علشان ما يكبرش اكتر من كده. في عيانين عندهم بادي ديفنس عالي، عيانين عندهم بادي ديفنس قليل. سيست اتكونت ممكن تبقى في عيانين كورتيكيتد، ممكن تبقى في عيانين تانيين نون كورتيكيتد. طب امتى السيست يبقى يتحول منظرها للمنظر ده؟ لو هي كورتيكيتد تلوز الكورتيكيشن خالص، ولو هي ويل ديفايند تلوز الديفينيشن، تبقى ان ديفايند ونوت كورتيكيتد. امتى؟ وتبقى شبه مين؟ هو المنظر ده شبه مين؟ حاجه لسه قايلينها من شويه، ان ديفايند ده كان مين؟ كرونيك ابسس. حلو قوي المنظر ده، قلنا عليه قبل كده كرونيك ابسس. يبقى السيست لما يحصل لها سكندري انفكشن يحصل لوس اوف كورتيكيشن اف بريزنت اند لوس اوف ديفينيشن، وتبقى في الديفرنشال دايجنوزس شبه مين؟ شبه الكرونيك ابسس. ايه الايفكت على السيراميك ستراكشرز لوس اوف لامينا ديورا؟ ده طبعا ده خلاص ده حصل من بدري قوي. اكسبانشن وثينينج في البون، قال لك السيست دي اصلا كبيره على فكره بتفضل تجرو. طب بتفضل تجرو بيحصل ايه؟ اكسبانشن في البون، يبتدي ده اوكلوزري جراف، في اكسبانشن في البون وثينينج. ما كل ما تبتدي تنفخ في البون من جوه يحصل له ثينينج، يرفع لحد ما يتكسر. لو هي كبرت قوي تضغط على فايتال ستراكشر بالمنظر ده زي المانديبولر كانال تزوق ولتحت يحصل ايبيكال ديسبيسمنت اوف ذا مانديبولر كانال. طيب عندي اخويا عملت له، كان عنده جرانيولوما وابتديت انا عملت له انتو، ولما عملت له انتو لقيته مش حاسس في الحقيقه بحاجه خالص والدنيا ماشيه كويسه معاه ومبسوط جدا مني. خدته بعد سنه كده وقمت عامله فيديوجراف، طلع المنظر ده. اندو كويس جدا، انا شاطر، بس في ريديوسز. اقلق ولا ما اقلقش؟ مين قلق؟ طب مين ما قلقش؟ فؤاد. ما قلقتش ليه يا فؤاد؟ ماشي. قال لك انا ممكن اعمل اشعه ثانيه بعدها بفتره لو لقيت ان الديلوسنس دي بتكبر ابتدي انزعج بقى، ما بتكبرش لا اقول ان شاء الله دي حاجه طبيعيه. اه هو في احتمال انها تكون حاجه طبيعيه طبعا، سو فار ان الاندو كويس بروبر اندو والعيان بتاعك اسيمتوماتيك اتس نوت انلارجنج ريديلوسنس. ده معناه ايه؟ انه بدل ما يحصل هيلينج باي بومش المفروض المكان الريديلوسنس ده يحصل له هيلينج طالما انت عملت ايراديكيشن للبكتيريا اللي موجوده، المفروض يحصل هيلينج باي بون. في بعض الناس ممكن ما يحصلش هيلينج باي بون، يحصل هيلينج باي فايبرس تيشو زي الستار اللي بتتكون في الجلد عندنا. يحصل بدل ما يحصل هيلينج باي بون يحصل هيلينج باي فايبرس تيشو، بتتكون ما يسمى بي بري ايبيكال سكار.
So far in the proper ill asymptomatic patient that it doesn't increase in size يبقى ده ما يقلقنيش. في احوال ثانيه السنة معمول لها ايدو حضرتك شايف ان الروت تيب بتاعتك بلانت حد قاطعها من This is called episectomy. ساعات مش ساعات في حالات السيستم اللي عندي بريبيكال سيستم عشان امنع ان يحصل ريكارنس للسيستم بتاعتي لازم اشيل الابثيل اللاين كله بتاع السيستم. ما ينفعش اكتفي ان اعمل اندودونتك تريتمنت واقول للسيست خفي. لا بعمل اندودونتك تريتمنت وبشيل الجزء بتاع الروت اللي كان ان كونتاكت مع السيستم. Episectomy, root apex in contact مع السيست بشيله. This is called episectomy. لو العيان بيقول لي ان لو انا مش عامل انا الموضوع ده، العيان بيقول لي انا عملت عمليه هنا قبل كده اسسبكت ان هو عامل episectomy فعلا. او لو انا شفت ده بعيني البلانتد ايبكس بالطريقه دي وسو فار ان العيان بتاعي اسيمتوماتيك برضو يبقى ذيس از سيرجيكال ديفكت. يعني ايه سيرجيكال ديفكت؟ ده مكان السيرجري وما حصلش هيلينج برضو، ما حصلش كومبليت هيلينج باي بون. تمام. والاحتمال الثالث لو العيان موجوع بقى، يعني لو اخوك ده بعد سنه اشتكى وكان موجوع ما حصل ريكارنس للانفكشن ثاني. تمام. بس سو فار ان انا اسيمتوماتيك يبقى انا عندي الاحتمالين دول هم القائمين بريبيكال سكار او سيرجيكال ديفكت. طيب نقول الديفرنشال دايجنوستس احتمالات اي بريبيكال انفلاماتوري احتمالات البريبيكال ليجنز. قال لك لو انت جيت لقيت سنه تحتها بريبيكال ريجنوسس ايه احتمالاتها؟ قال لك اول حاجه عندي السنه فايتال ولا نان فايتال. دي اول حاجه. سنه نان فايتال بتتكلم في ايه؟ في بالبو بريبيكال انفكشن مشكله بالبال انفلاميشن سبب البابل انفكشن. لو بتكلم في ان السنه بتاعتك فايتال دي كونديشنز ثانيه هناخدها على مدار السنه. لو السنه بتاعتي نون فايتال احتمالاتك اهي دي مين؟ كانت مين كده؟ يعني تقريبا مين؟ موست بروبلي ها؟ ويل ديفايند وسمول ان سايز بريتيكال جرانيولوما ها؟ لارج ان سايز سيست ايل ديفايند كرونيك ابسس اور انفكتد سيست ها؟ اندو تريتمنت زي الفل وريديوسنسي حواليه periapical scar into treatment زائد episectomy surgical defect most probably. والثلاثة conditions دول يتحطوا معايا في differentials لو السنة بتاعتك vital هنقولهم بعدين. تاني حاجة عندي pericoronitis وقلنا ايه يعني ايه pericoronitis هيبان radiographically عامل ازاي. السنة partially erupted دي هتلاقي في widening في الفوليكل تبتدي تلاقي radiolucency في الفوليكل اللي جوه البونطة هتلاقي عندك radiolucency distal السن radiolucency distal السن. في الاكستنسيف كونديشنز في الحقيقه بيحصل سبريد اوف انفكشن يجري على مين؟ على البريوستيم عشان يلاي داون نيو بون اللي كنا بنسميه الاونيون سكين ابيرنس. يبقى مع البريكورونايتس اكستنسيف بريكورونايتس العيان ممكن يحصل له ايه؟ بريوستيال بون ديبوزيشن. ودي تجميع حته البريوستيال بون ديبوزيشن دي بنحبها. حصلت هنا في البريكورونايتس اهو اول حاجه نقولها وفي حاجتين كمان خلال الايه؟ الكلام. نيجي الاوستيومايلايتس ده سبريد اوف انفكشن بقى راح فين الانفكشن؟ راح على الكانسيلاس بون والبون مارو وطلع على الكورتكس وعلى البريوستيوم سبريد. تمام؟ طيب ايه اللي يحصل لما يحصل سبريد اوف انفكشن وانفلاميشن؟ انفلاماتري ميديترز وباس ومع الانفلاميشن بيحصل ثرومباي كده صغيره تجلطات. كل الهيصه دي تكت اوف البلاد سبلاي للبون. تبتدي تقطع البلاد سبلاي عن ارياز معينه في البون ولما اكتر البلاد سبلاي على البون يحصل ايه للبون؟ نكروز. ولما يحصل نكروز في البون هل هيفضل حته البون الميته دي قاعده كده جوه البون؟ لا الجسم هيحاول يتخلص منها فيبتدي يفصلها بعيد عنه كده تسمى بالسيكويستروم. جماعه سيكويستروم ايه السورس اوف انفكشن اللي ممكن يحصل او يعني ايه الموضوع يعني؟ قال لك ممكن سنة عادي سنة مسوسة وحصل الهيصة دي كلها في حد مناعته قليلة جدا. ممكن يبقى العيان خد تروما، ممكن عيان مناعته سيستميكالي كومبرومايز وحصل هيماتوجينس سبريد. ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ مين أكتر الناس عرضة للإصابة بالأوستيومايلايتس؟ قال لك العيانين اللي عندهم حاجة من الاتنين، يا إما عندهم مشكلة في البلاد سبلاي للبون، يعني مفيش دم واصل للبون بشكل كويس، تمام؟ يا اما عندهم مشكله في الهيلينج شخصيا، عندهم مشكله في المناعه تمنع الهيلينج بتاع البون. ايا كان هذا او ذاك، زي ايه مثلا اكزامبلز لحاجه زي دي؟ قال لك زي فور اكزامبل العيانين اللي عندها امراض مناعيه زي الايدز مثلا. زي العيانين اللي عندهم سيرتن تايبس اوف انيميا زي السيكل سيل انيميا. زي العيانين اللي بياخدوا راديوثيرابي، ما هو الراديوثيرابي بيقلل البلاد سبلاي للبون فبالتالي بيحصل نكروزز بسهوله.
زي diabetic patients بيحصل endarthritis obliterans بتدي الارتريز بتاعتك تضيق شويه فممكن يحصل bone necrosis. زي امراض تانية حاجه اسمها osteopetrosis الجروب الاول ما سمعش عنه. ايه هو الاوستيوبيتروزس اور ماربل بون ديزيز؟ ده نوع من انواع البون ديس اوردرز بيحصل مشكله في الميتابوليزم بتاعه البون بيحصل بون ديبوزيشن ريزولوشن خالص في لحد ما عظمه كله يبقى حته دي زي حته الرخامه الماروس بيسس كلها تتقفل. طب البلاد هيوصل ازاي للبون؟ ما بيوصلش. فعيان زي ده يحصل له نكروزس بسهوله جدا. الاوستيومالاكس يحصل في المندبل اكتر من المجزلة علشان المندبل له سنجل بلاد سبلاي لكن المجزلة ليها تريبيوتوريز كتير في سبيس ماروسوسس كتير في برانشز كتير فبالتالي احتمالية حدوث اوستيومالاكس فيها اقل. انواع الاوستيومالاكس في خمس انواع هم زائد نوعين كده نخليهم احنا للاخر. الخمس انواع بتوعنا دول اكيوت اوستيومالاكس واربعه كرونيك بنحفظ اهو احنا ماشيين. الاربعه كرونيك دول واحد فيهم معاه باس وهيصه كرونيك سابيوريتيف اوستيومالاكس مع باس وانفلاماتوري اكسيوديت وهيصه كبيره جدا فتلاقي في الاخر موست بروبابلي لون الدنيا كلها لونها ريديوسن يبقى ايه الديفايند ريديوسنس. التلات انواع التانيين الاوستيومالاكس الدنيا بيضاء سكليروزنج كرونيك فوكال سكليروزنج اوستيومالاكس فوكال يعني في حته واحده كده كرونيك ديفيوز سكليروزنج اوستيومالاكس يعني كل الجو بون تلاقيه بقى ايدي اوبي chronic osteomyelitis with proliferative periosteitis او جايز اوستيومالاكس. ايه الكلمه الصعبه دي بس كلمه انديكاتيف للديزيز قوي proliferative periosteitis. proliferative periosteitis يعني فيه بيريوستيا رياكشن عاليه جدا بيريوستيا عمال يبروليفريت وتطلع الاوستيوبلاست بروليفريت اكتر وتعمل بون ديبوزيشن اكتر يعني فيه بيريوستيا رياكشن عاليه جدا في هذا النوع. هنعرف كل واحد فيهم بيتميز بايه. اكيوت اوستيومالاكس ده صاحبنا بتاع الاكيوت كونديشن ودي والنبي عليك على حاجه كده ايه الحاجات اللي هتزيد عن عيان الكرونيك ابس هيبقى شكله عامل ازاي مختلف عن عيان الكرونيك ابس. اولا ممكن تلاقي عنده بريدسبوزنج فاكتور اقول لك العيان ده دايابيتيك العيان ده انيميك العيان ده عنده ايدز العيان ده عنده كذا معاه بريدسبوزنج فاكتور زائد في عندي فارستيزا للور ليب. ايه قصه فارستيزا للور ليب دي؟ ما هو انفكشن وديفيوز ديفيوز انفكشن ده معناها ايه؟ انه هيوصل لحد المانديبولار كانال يوصل لك لحد المانديبولار كانال يعمل الباس بتاعك ده يعمل انفيجن للكانال انفيجن للكانال عايز يحس التنميل اوكي حاجه غريبه جوه موجوده وصلت للنيرف تمام. يبقى انا هفرق بين العيان الاكيوت ده اول ما يقول لي عندي تنميل هتخض على فكره كلمه باراستيزا دي كلمه تخض عموما في جميع الاوساط يعني. طيب بس في الحقيقه العيان ده هيرسبوند للانتي بايوتيك تريتمنت عادي خالص لان هو مايكروبيال انفكشن موست بروبابلي فهيرسبوند للانتي بايوتيكس عادي خالص عندناش مشكله خالص وهيخف باذن الله. طب الريديوجرافيكال اتصور انت المنظر الرهيب اللي شفته ده تصوره ازاي؟ قال لك في الاول مش هتلاقي حاجه شويه ادي المنظر اهو العيان خلعنا له وبعد اسبوع جاي لنا راجل دماغ وعنده باراستيزيا اجي ابص ده مكان الخلع اللي احنا خلعناه في حاجه غريبه في الريديوجرافي. هو في الحقيقه لو قلت لي ان مفيش حاجه غريبه في الريديوجرافي هصدقك مش حاسس في حاجه غريبه يعني اللهم اني بس لو حد يعني بس مدقق قوي هيلاقي شويه بليرنج هنا حاسس ان البون هنا شكله مختلف عن هنا بس في شويه بليرنج في المنطقه دي البون سايح على بعض كده تحس الريديوس سايح على الجوبي بليرنج للترابيكليشنز غير كده لا ما شفتهاش مش ازمه. طب شويه كده كمان هتلاقي ايه بقى؟ هوب هلاقي منظر زي ده. فاكرين المنظر ده شفناه في الاول باتشي ريديوس ابتدى يبقى مخرم زي ما يكون في دوده جت كلته خرمته. بنسمي المنظر ده صوره سلايد دي بليز عشان المنظر ده مش موجود عندكم في الكتاب بنسميه moth eaten appearance. moth eaten appearance moth eaten يعني في حشره كده اسمها حشره العكه دي تيجي تاكل الهدوم ساعتك تخرمها بالمنظر ده. المنظر ده زي المنظر ده this is the moth eaten appearance بيشبهوه بال moth eaten appearance. يبقى ده منظر ايه؟ ده اكيوت اوستيومايلايتس البيتشي ريديوسيسس دي موث ايتن ابييرنس. في الحقيقه الاوستيومايلايتس ده بقى لو ما اتعالجش شويه هيبتدي يحصل سيكويستريشن بقى شويه وتبتدي انت تشوف السيكويستريشنز جوه البول. بس وانس ان حضرتك شفت سيكويستريشن يبقى انت كده اتنقلت من اكيوت لكرونيك تمام؟ لان عشان يحصل سيكويستريشن باخد وقت شويه. كرونيك اوستيومايلايتس يا اما انتريتد اكيوت
اتفقنا عليها، يا اما اساسا ابتدى الموضوع كرونيك فروم ذا ستارت، عيان ديبليتيتد اه بس البكتيريا اللي جت الفيرولنس بتاعها قليل، فبدل ما تدخله في اكيوت كونديشن دخلته في كرونيك كونديشن. طب الكرونيك سابيوريتيف اوستيومايلايتس ده سابيوريتيف بقى، ايه قصه السابيوريتيف ده بقى؟ هو زيه زي كان مين؟ الكرونيك ابسس فاكرينه؟ هو زيه زي الكرونيك فيما عدا مين؟ فيما عدا لو عنده باراستيزيا للور ليب، قلنا اتفقنا كلمه باراستيزيا دي كلمه بتخوف. وتلاقي الساينس زي ما احنا متعودين، الساينس بقى دريك بس الساينس عظيمه بقى المرات. هتشوفوا بقى ايه في الريديوجراف؟ اول حاجه ايه ديفان ديفيوز ريديوسنس، ريديوسنس كبيره شويتين وايه ديفاين في المنظر ده مش عارف امسكناها بوردرز. طيب وايه كمان او ايه كمان ادي المنظر شكل الباتشي ريديوسنس المنظر موست ايت ابييرز. حد شايف المنظر ده؟ في حته تريتي اوبيك جوه ريديوسنس باك جراوند، حد شايفها؟ سيكويستريشن، ذيس ار ذا سيكويستريشن، دي هي السيكوستريشن اللي بنتكلم عليها. تلاقي ان الريديوسيسس وجواها الريديوباسيتس بالمنظر ده وديفيوز والعيان عنده سانز سيمتومز اوف انفكشن، ده كرونيك ساكيوريتيف اوستيومايلايتس مفيش كلام. تمام؟ ادي الفيستولا تراكت، تلاقي حصل الشانل اهي ثرو بون وعملت بريكج للكورتكس من تحت، ذيس از ذا فيستولا تراكت. منظرها واضح جدا هنا، ذيس از ذا فيستولا تراكت. وبعدين البريوست رياكشن اللي بيحصل، يبقى اول حاجه قلنا في البريوست رياكشن بيحصل مع مين؟ مع البريكولونايتس، ويحصل هنا مع الكرونيك سابيرتيف اوستيومايلايتس. طيب ادي المنظر ريديوسنت باك جراوند وجواها ايه؟ سيكويستريشن، جواها ريدي اوباسيتيز، والعيان عنده سانز وسيمتومز بتاعت الانفكشن، يبقى انت بتتكلم في كرونيك اوستيومايلايتس. سيكويستريشن دي هول مارك كده، علامه من علامات الاوستيومايلايتس. ده المنظر خلع وفي اخر السوكت ادي ابتدى يحصل سيكويستريشن، نفس المنظر خد تروما سيكويستريشن. طيب امال ايه قصه بقى السكليروزنج اوستيومايلايتس؟ سكليروزنج اوستيومايلايتس ده اوستيومايلايتس معاه فرونج، هو في الحقيقه انا والله يعني فعلا يعني دورت على الترم ده كتير عشان افهم هما ليه مسمينه اوستيومايلايتس وما فهمتش فين ممكن يبقى هناك. انا مصدقه الترم الثاني اكتر كوندنسنج اوستيومايلايتس، يعني بيقول لك ان في اليونج انديفيدوز اميون عاليه، اميونيتي بتاعتهم عاليه، اليوم ميكانيزم بتاعه عالي، والريسبونس بتاعه عنده كاريس توث، البكتيريا بتاعته كده لو فيرينتس، وبالتالي البون بتاعه هيرسبوند بايه؟ بون ديبوزيشن وليس بون ريزوبشن. سميناه كوندنسنج اوستيوايتس او سكلروزنج اوستيوايتس، زي السكلروزنج اوستيوايتس سميناه كوندنسنج اوستيوايتس. ايه اللي دخله تبع لعبه الاوستيومايلايتس لحد النهارده فيها ديبيت جامد، حتى في كلاسيفيكيشنز من الاوستيومايلايتس ما عندهاش هذا النوع اساسا، مش معترفين ان ده حاجه اسمها اوستيومايلايتس اصلا، ده اسمه كوندنسنج اوستيومايلايتس. بس اني هاو يعني وسمى كرونيك فوكال، فوكال يعني ريليتد بس للسنه اللي فيها مشكله. تمام؟ شكله ريديوجرافيكالي عامل ازاي؟ الاقي حته بون ديبوزيتد كده، ادي الروت بتاعك والاوفندنج توث بتاعتك والسنه بتاعتك نون فايتال، والاقي فيه ريديو اوباسيتي نوت اتاتشد للروت، في فاصل خلصنا انا اهو البريدونتال ليجمنت بتاعي اهو، والاقي فيه الرياكشن ده انسايد ذا بون، ذا بون رياكشن، ذا بون رياكشن، يبقى هي ويل ديفاند اور ايل ديفاند ريديو اوباسيتي نوت اتاتشد تو ذا توث، جوه البون تحت الروت ايبس. ادي منظري اهو، ادي المنظر السنه باينه كويس قوي، وادي الاقي مين ريديو اوباسيتي بتاعها. هو انا اللي بقول الكلام ده عشان في كونديشنز ثانيه بيبقى فيها ريديو اوباسيتي تحت في البون، بس ممكن تلخبطني وافتكرها الفوكال سكلروزنج اوستيومايلايتس. زي مين؟ زي الهايبر سيمنتوزس، بس الهايبر سيمنتوزس بيحصل سيمنتم ديبوزيشن على السنه نفسها، فتلاقي السنه الروت بتاعك بقى بلبس كلبس كده، وبعدين بريدونتال ليجمنت والبون ماله نورمال ما فيهوش حاجه خالص. This is the difference. ولاقي ساعات في كونديشن ثانيه سميناها ايديوباثيك اوستيوسكليروز. ايديوباثيك اوستيوسكليروز يعني عادي لا بيا ولا عليا حته كده، ولا في اوفندنج توث ولا في انفكشن ولا حاجه، ربنا بقى عايز كده ان حته من البون حصل لها شويه سكليروز زياده. بنسميها ايكوستوزس، شبه الاكزوستوزس كده، خدتوا الاكزوستوزس في الباثولوجي. دي اسمها ايكوستوزس، بيحصل بين بوزيشن جوه. مش ازمه خالص يعني، الايلوستوزيس دي يحصل شويه بوند بوزيشن بعيد عن السنه شويه والسنه بتاعتك فايتال، هنا السنه نون فايتال، يعني هنا رياكشن في البون وهنا رياكشن في البون ديو تو نون فايتال توث،
دي السمنة عندك فايتال عادية وبيحصل ايديوباتيك، هنا مفيش رياكشن في البون، كل السمنتا ديبوزيشن ريليتد تمام. الديفيوز سكلروزنج اوستيومايلايتس، ايه قصته بقى الديفيوز؟ الديفيوز سكلروزنج اوستيومايلايتس قال لك ده بيحصل، ده نوع من انواع الكرونيك اوستيومايلايتس، بيحصل في الميدل ايج فيميلز ب فيري لو فيري لينت مايكرو اورجانيزم بيريودونتال ديزيز. واحده ست كبيره في السن عندها بيريودونتال ديزيز تمام. حصل المشكله دي، المشكله دي عباره عن ايه؟ عباره عن بون ديبوزيشن، يبتدي الجسم بتاعي ريسبوند بان هو يلاي داون بون تمام. في شويه فترات كده اكيوت اكزازربيشنز للكونديشن، ما هو في شويه بكتيريا كده تعمل لك اكيوت اكزازربيشن للكونديشن، بتعمل لك شويه فيستيلس كده او شويه سايلسز وبعدين تختفي، وبعدين ترجع تاني وبعدين تختفي. الجيوغرافيكالي الوضع عامل ازاي؟ قال لك في الايرلي ستيج اوف ذا ديزيز، ما هو اساسا الديزيز ده ديو تو ايه؟ مايكروبيال انفكشن. فبيبقى في الاول في ريديولوسيس وبعدين البون يقلب يحصل ريسبونس لايه؟ بريديو اوباسيتي. يبتدي الايرلي ستيج بتاعته ميكسد ابييرنس ريديولوسيس على ريديو اوبيك، وبعدين في الليت ستيج يقلب كله ريديو اوبيك لدرجه انه يتحول لمنظر بنسميه كوتن وول ابييرنس. انا جايب بولز من القطن كده وحاططها جوه الجو، حد شايفه؟ واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، حد شايف دول؟ This is the cotton wool appearance. Cotton wool appearance. ومعايا signs و symptoms بتاعة infection. طيب. ادي المنظر ممكن يحصل total enlargement للجوح، حتت كده صغيرة تتبقى فيها بس. The total radio opacity diffuses sclerosis osteomyelitis. خامس نوع، ايه بقى موضوع chronic osteomyelitis proliferative periosteitis؟ قال لك ده بيحصل في اطفال صغيرين، ده انا شفته بنفسي، ده في الحقيقه اتخضيت منه وانا كنت صغيره زيكم كده، بس كان واضح ان الوضع عايز يساعد. ايه قصته ده بقى؟ بيحصل في الاطفال، تلاقي سنهم ايه 7 8 سنين كده وكاريس توث، وفجاه حصل المنظر ده، شكل الطفل بيبقى عامل كده، تيجي تلمس خده تلاقيه هارد، تتفزع، ايه اللي حصل؟ وهو عنده بين ولا عنده حاجه؟ مش حاجه خالص. بس هي ايه مشكلته؟ ده نوع من انواع الاوستيوسكلروزنج اوستيومايلايتس. بيعمل ايه؟ الاطفال الصغيرين دول عندهم البريوستيال بتاعهم لوزلي اتاتشد للبون، وعنده اوستيوجينيك بوتنشال عالي جدا، فهو اي انفلاماتوري اكسيدنت هيرفعه بسهوله من البون، وهو عنده اوستيوجينيك بوتنشال عالي ليه داون بون. وتتكرر المساله دي ويتعمل ما يسمى بالاوني سكين ابييرنس اللي احنا لسه قايلينه من شويه تمام. البروليفريتيف كاباسيتي بتاعه البريوستيوم عاليه جدا، وده بيحصل في مين؟ في الفيري يونج ايج يونج تشيلدرن بالتحديد. يعني الاقي المنظر ده كده، بريوستيال اكشن كتير 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 لدرجه انك تحس في دبل كورتكس ابييرنس، يعني دي الكورتكس الاصليه وفي كورتكس ثانيه تحتها بنسميها باراليليه، بنسميها دبل كورتكس ابييرنس او اللامينيتد. ادي الدبل كورتكس اهو، لو حد لقيتها في الحته دي قصاد الاوفندنج توث دي، او الاونيون سكين ابييرنس اللي احنا اتفقنا عليه من شويه. وادي منظره يتشاف حلو قوي في الاوكلوزس تمام. لو عايزين تصوروها، كان مين الاكيوت سابيرتيف؟ كان الماث ايتن ابييرنس، ايه الدفاع ريديولوسنسي وجواها ريديوباسيتس دينوتك سيكوستريشن كرونيك سابيرتيف اوستيومايلايتس ويل اور ايه الدفاع ريديوباسيتي نوت اتاتش تو ذا روت ريليتد تو نان فايتال توث كرونيك فوكال سكلروزنج اوستيومايلايتس كوتون وول ابييرنس ديفيوز سكلروزنج اوستيومايلايتس كرونيك اوستيومايلايتس ويل بروليفريتيف بيري اوستيومايلايتس او جاريس اوستيومايلايتس الاونيو سكين ابييرنس بتاعه. هما لقيت نوعين اللي فاضلين بتوعنا هنقولهم بسرعه. اول حاجه عندي بقى الاوستيوريديوليكوزس، اتكلمنا من شويه وقلنا عيان الريديوثيرابي بيحصل له ايه؟ بيحصل له دي في البلاد فيسل. هما 3 اتش ريديوثيرابي، عندي 3 اتش، هايبوفاسكولاريتي يليها هايبوكسيا في التيشز يليها هايبوسيلولاريتي، مفيش تلز خالص، خلاص كله مات. يعمل لك ايه؟ يعمل لك نيكروزس في البون، العيانين اللي بياخدوا ريديوثيرابي يعني جرعات عاليه جدا من الاشعه، يحصل لهم نيكروزس في البون لو انت عملت له اي مشكله ديورنج ما هو بياخد ريديوثيرابي. لو انت عملت ايه المشكله اللي هتعملها؟ لو انت خلعت له مثلا مش هيعرف يهيل تمام؟ طيب زي الكرونيك اوستيومايلايتس بالظبط، ريديوجرافيك فيش زي الكرونيك سابيوريتيف اوستيومايلايتس، الدفاع ريديولوسيس وجواها سيكوستريشن وساينسز وباس، والعيان عنده هيستوري راديوثيرابي. ساعات تلاقي العيان يحصل له بير بون بالمنظر ده، يعني ايه بير بون؟ يعني تلاقي انه العظم بتاعه ابتدى يبان في الاورال كابسول دي سيكوستريشن، العظم ابتدى يتنتر هو مش حاسس بيه، ما خلاص نكروز بون في الحقيقه.
شكله عامل ازاي نفس المنظر ال deformed lucency with radio opaque areas or with areas of radio opacity denoting sequestration. فيما عدا النقطة دي مهمة جدا 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 ان عيان الراديوثيرابي ما يعملكش بريوستير رياكشن. ليه؟ ما هو عنده هايبوسيلولاريتي اصلا وما عندوش سيلز في البريوستر تعمل له كده فما بيعملكش بريوستير رياكشن. اخر نوع وده نوع منتشر في الحقيقة في الفترة الأخيرة هو بقاله فترة طويلة منتشر بس الناس ابتدت تفطن له قريب يعني برونش بيسفوسفونيت ريليتد اوستيونيكروزز ذا جو. النوع ده بقى مش عندك في الكتاب تصور اخر تو سلايدز دول. البرونش ده البيسفوسفونيت دي ادويه بتعمل وجدوا بقى العينين اللي جابوا بيسفوسفونيت دول بيحصل لهم نيكروزس